لكل عشاق الرياضة، برنامجكم اليومي جديد سبور ميكس على راديو ميس. رجعنا من جديد في سبور ميكس نحكيه على آخر التطورات في التحكيم التونسي، لكن قبل هذا مازالت أخبار المنتخب متواردة. بلاغ متوى هبط من الجامعة التونسية لكرة القدم، الإصابة تحرم ديلان برون من مواصلة الستاج متاع المنتخب، برشا إصابات مهدي. منتظرة هو ديجا تعرض لإصابة في آخر ماتش مع جمعيته، قعدوا يستنوا فيه. نورمال ما وصل البارح عمل كشوفات، مازلت ما قريتش البيان. مش يغادر الستاج تأكيدا، معناها ومش يتم تعويضه، معناها السياسة انت عدم التعويض هذه معناها عادية. ما فما دي بوست معينين عنده فيهم باش يجيب ملاعب اخر لحظه مش في يلعب، هكا علاش قلت لك انا بنسبه كبيره بن حميده عيطولو خاطر باش يلعب. لي بوست الاخرين مثلا علي يوسف يقول لك عندي جزيري، عندي بلال ماجر ينجم يلعب افون سونتر، وعندي يوسف المساكري ينجم يكون افو اتاكون، وعندهم حاج محمد اللي يلعب قبل انس معناها نتا بارما ديجا في البوست هذيك. في الديفونس شكون عندنا؟ اي فما الغندري ينجم يرجع لتالي لانه محطوط في وسط الميدان. علي غرام موجود، دونك على غرام الغندري مريح والطالبي معناها سيفيزون. خلينا نحلوا ملف التحكيم. الله مرحبا بك، اهلا وسهلا. الإدارة الوطنية التحكيم المستقيلة السابقة خلينا نقول، وايضا وليد الهذلي حكم نخبة. مرحبا وليد. مرحبا سي سلام، يعطيك الصحة على اتاحة الفرصة. مرحبا بك وليد. دونك البارح كنا تفاجئنا بالاستقالة نتاع ناجي جوين، كنا تواصلنا مين بالصباح، سألتك على يوسف السرايري حتى خرج خبر نتاع استقالته، وبعد سألتك حتى قلت لك كنت نحكي مع ناجي جويني، قال لي فما إمكانية نتاع خبر مفاجئ، حسيت ولا محلي الاستقالة. قلت لك نجم تكون فما استقالة، قلت لي غير ما تروحها أنت هنا معناها ما كانتش مطروحة، وإلا شنو وإلا شنو صار بالضبط في الساعتين هذوكم؟ معناها كانتش مطروحة طبعا، كانتش موجودة. احنا الصباح يعني نتداولوا ونتحدثوا فماش ما كانش، دونك من بعد تجيك ظروف وتجيك عوام تخليك باش تستقيل. ماهوش احنا هكاك كنا قاعدين نحبوا نستقيلوا ولا كما يروج له البعض انه نضغطوا معنا. لا نضغطوا، لا احنا نتعرضوا للضغوطات والحمد لله، ولا نضغطوا على الناس. حكيتوا فيها، تناقشتوا فيها؟ بيان سور نقاش. باهي، احنا ما يميز الاداره الوطنيه للتحكيم هي الصبغه التشاركيه في اخذ القرار. علاش سالتك انا؟ تفضل. خاطر كي تقول لي حكينا وتناقشنا وما يروج ويدور انه ناجي جويني منفرد بالديسيزيون نتاعو، اللي تو قلت لي انت العكس هذا تماما، وانك قبل بساعتين قلت لي غير ما تروحها، وقتاش تناقشته؟ وقتاش حكيت له فيها؟ قبل بساعتين هذوك، ساعتين هذوك، في الساعه هذيك. اي نعم، وكل شيء بالادله له. معناها الديسيزيون بالحجم هذا تحكيو فيه في ساعه ولا نص ساعه؟ معناها نجمو حتى في اربع دراز احنا، لانه متجانسين ومتناسقين فكرا وممارسه وعقليه. كيما انسجمنا مع سيد المشرف العام في هذا المشروع وزينا معاه وخدمنا معاه، كيما زاد فكرنا مع بعضنا وتناقشنا مع بعضنا في اتخاذ القرار الذي نراه مناسبا خدمة للحكام والتحكيم. يقول لي ناجي جويني الظروف أصبحت لا تطاق، ظروف العمل أصبحت لا تطاق، المطالب متاعنا ما هوش قاعدين ياخذوا فيها من الجامعة التونسية أو لجنة التسوية على محمل الجد، مشاكل كبيرة للحكام. اليوم فما شكون يقول انكم كاينكم هربتوا وخليتوا معناتها الجمل بما حمل كما يقولوا في الخليج. الحاجه اللي الناس ما تعرفهاش انه بعد 25 اكتوبر اللي هو تاريخ مفصلي في الجامعه التونسيه لكره القدم، اصبحت الوضعيه مفرطه في الجامعه التونسيه لكره القدم. بعد جات النكسه تاع ليكيب ناسيونال في الكان لو 1 فيفري، سينازي زويني تولى الاشراف. الإنسان الخواف ما يقبلش المسؤولية في هذا الظرف، والإنسان اللي يحسب ما يقبلش المسؤولية في هذاك الظرف اللي عارفينه كلنا، خاطر من تراكمات الخبرة متاع سينازي ومواكبتنا احنا للوضع في الجامعة التونسية لكرة القدم وفي كرة القدم التونسية، نعرفوا انه المرحلة صعبة 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 ياسر، خاطر رأس النظام انهار، لكن النظام ومنظومته باقية وتتمدد وتتوسع. تحكي على المنظومة السابقة؟ طبعا طبعا، مش سابقة، هي مازالت شوية. فسرنا شنو تقصد أمير؟ أنا في طبعي، في حياتي، في خدمتي، في مقاربتي للحياة، ما نحبش نغزر برصة للماضي، نحب نستفيد من تجارب الماضي. أنت اللي جبته مش أنا جبته الماضي. لحظة عاد، ما خليني نكملك الفكرة، مانيش باش نقعد نحكي برصة على الماضي. قلت لك السيد اللي قبل المسؤولية ومن معه في الظرف هذايا الحساس والدقيق ما يجيش اليوم ويهرب، لا. لو تطلعوا ولو سينازي وإلا المكتب الجامعي يكشف عن
الاتفاقية اللي تم إمضاءها نهار 31 جانفي ستكتشفون الوعود الذي قدمت للسيد نازي الزويني كمشرف عام لقطاع التحكيم لم يتحقق منه من المكتب الجامعي. وأنا راني هنا نحكي وأخاطب مؤسسات مش أفراد. تقول لي وصف زليل تحدث عن جامعة تونسية لكرة القدم، نحكيش على كمال يدير، نحكي على جامعة تونسية لكرة القدم. دونك اليوم إسلام لم يقدم شيء، ورغم ذلك الحقيقة انخرطنا في هذا المشروع، المشروع القائم على القطع مع الماضي أولا من حيث الأفكار ومن حيث السلوك ومن حيث الممارسة. الإمكانيات تجي ما تجيش، تجي شوية تجي قليل، نحاول نتعامل معها. هنا لازم نوجه الحقيقة تحية إسلام للحكام اللي رغم كل الظروف الصعبة والقاسية والاستثنائية قبلوا أنهم يكونوا معانا في المرحلة هذه، ورغم كل الوعود اللي قدمتها لهم الإدارة الوطنية للتحكيم واللي تبعونا اللي نضحيوا مع بعضنا قبلوا باش يكونوا، ونضبطوا لكل الضوابط الصارمة اللي وضعناها لهم باش تكون التعيينات عادلة ما بين مختلف الأطراف. هذا لمسوه الحكام وانخرطوا فيه وقبلوه. ها بحذينا حكم خلينا نسألوه فما معناتها تحسوا حسيتوا فما تغيير؟ شفنا كانوا فما تضامن، نحسوا كانوا اللي صار البارح مخطط له. وليد شفنا الاستقالة نتاع إدارة التحكيم، بعد شفنا بيانات من جمعية الحكام، شفنا تهديد حتى انه الجولة القادمة ما تلعبش انطلاقا لكدو باش تكون في الويكاند، الجولة القادمة للبطولة ما تلعبش. فما تنسيق كانوا بيناتكم ساي؟ والله يا أخويا إسلام ما كانش فما تنسيق، نحن كان عندنا الصدق في الأعضاء الإدارة والسيد المشرف العام، وعدونا كأول اجتماع عملناه وأول ما جاء قال لنا قبل ما تبدأ البطولة الوطنية باش يقع خلاص الحق، انخارتنا في المشروع متاعه وتجندنا كحكام الكل، ما راعنا ما تحقق حتى شيء من اللي وعدونا به. بالعكس كان ظروف التمارين، هاك شفت اخويا اسلام الفيديو اللي قاعد يدور على الفيديو البارح على الفيسبوك، مشاهد بون انا ما تصدمتش برشا خاطرني نعرف يعني قبل كنا نتبناو وحاشا العباد اللي تسمع معناتها الكلاب اللي بداو محفينا في تيران البحري بن سعيد في العمران تويك اتعس وين نتبناو في الظلام، حكام نخبه حكام دوليين نتاع الرابطه المحترفه الاولى والثانيه اللي هي الفترينا نتاع الجامعه التونسيه لكره القدم والرياضه في تونس بصفه عامه، يتناو في الظلام بالامباتريك معناها نحلو في الكراهب الضوء الكراهب باش نجمو نترنيو. ظروف قاسيه وقاسيه جدا، نزيدك اكثر ما عندناش دوش، تصور حكم نخبه يكمل يمشي معناها يخدم في التيران تاع الجامعه، تيران الجامعه معناها يخدم يتعدى يترنى يروح بعرقه لدارو، مش معقول. نزيدك حاجات اخرى اللي ظروف تعيسة وتعيسة جدا نعيشوا فيها كحكم نخبة، الزنقة هربت للهرب، لقينا واحنا وقفت للهرب، لقينا الأعضاء الإدارة قدموا استقالتهم، لقينا فراغ، اتحدنا خذينا قرار الحكام النخبة الكل والدوليين باش نقاطعوا الجولة الأولى متاع الرابطة المحترفة الثانية اللي باش تصير في الويكاند. معناها ما فماش بطولة، ما فماش بطولة إلى حد تسويت الوضعية نتاعنا. نسبة الاستجابة من الحكام قديش وليد؟ والله باش ما نكونش خاطر نعرفوا ديما فما شكون لا يهمو التعيينات يهمو يمشي والله باش ما نكونش مبالغ، ثم نسبة 90% إلى حد الآن من الحكام الدوليين الكل جميع الأصناف، وديجا عملنا اليوم معناها نتاع نبعثوا للجامعة كي نقول لك ثم 450 حكم شاركوا وباش يبعثوا سونداج شفتوا باش نبعثوه للجامعه وللوزاره وسي بون ما عادش فما شكون كلمكم تصل بيكم وعدوكم؟ شفنا شفنا بيان من الجامعه البارح فيه وعود بتسويه الوضعيه مع الوزاره مع الفيفا. والله قعدنا في الوعود نحن خويا اسلام كي نقول له كل جمعه توا يقولوا لنا الجمعه هذه باش نصبوا لكم، تفاهمت الاداره باش معناها تفاهموا على 30% من مستحقاتنا اللي هي عندنا عامين بلا فلوس. سي بون قلنا ما يسالش الا ما راعنا البارح في الاجتماع قال لك باش نعطيكم 200 مليون ولا 150 مليون اقسموهم اللي هي ما تجيش معناها اليوم مستحقات 3 مليارات 3 مليارات اي. وعندنا زاد المقابلات الوديه قاعدين السنه قاعدين عملناها الكل، الفلوس تصب في الجامعه
في الاداره معناها كل جمعيه هذه السياسه الجديده نتاع نجي جويني ما عادش الجمعيات في المقابلات الوديه تخلص الحكام ولا تتصب في الجامعه وبعد تعطي للحكام ما خذيتوهمش خذوهم زاد هي سياسه ممتازه باش الحكم يبعد على الشبهات الكل اي متفاهمين ما خذيتوهم زاد قعدوا في الجامعه وينهم 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 قعدنا على اساس الجمعه هذه باش يتصرفوا كل جمعه يقولون الجمعه هذه عندكم تقديرات قداش المبلغ هذا في حدود ال 100,000 دينار 96 مليون اما سليم ما لازمش نتعدى على كلمه انت قلتها طبعا قلت وكانه مخطط له من شكون بلي نسالك مساج رغم انك انت الانيماتور هنا ما مشيتش انا نتوزع بالسؤال يعني لانه سؤال مخطط له لحظه سالتني خمس سنوات ماهيش كلمه عيب معناها مخطط له معناها صار تنسيق بين بينكم انتم وبين الحكام واضح جاوبني شبيك جبت فلانجي علاش لانه هذا سؤال قاعد يطرح انه وكانه مخطط انت كلمت سي نازي زوين قال لك يوسف قدم استقالته ولا لا قال لي قدم قال لك بعد ساعتين ممكن يصير امر زلل ولا لا قال لي اكيد باش تصير حاجه كبيره برشا اوكي يعني انت احنا صبيح نبين لكم بهذا خاطر احنا اداره عن بعد نسيروا في اطار رقمنه الاداره التونسيه احنا كنا سباقين اداره عن بعد احنا نسيروا الاداره التنفيذيه مسكنات نقولها مسكنات الموظفين فوق السطوح في الكونتينر فهمني احنا عن بعد ما بنعرف تعرفوا الوضعيه هذه ولا ما تعرفوهاش احنا ما عندناش مقر قدمنا مرتين مطالب المقر ما جاش المقر ما حبوش يوفروا لنا مقر لا السابقين ولا هذوما قدمنا تقرير روه بكامل التفاصيل لسلطه الاشراف وللمكتب اللي القديم اللي بحضر الجامعه هذيك مش لا لا هذيك فكوها الاداره الفنيه خذوها خذوها هذاك بروجي جول اصلا تبنات للحكام هذيك ديستيني لليزاربيتر من الفيفا ميزون داربيتراز خليني نسمع مجدة نرجع لك امين مجدة تو تسمع في الظروف اللي كان يحكي فيها وليد تو بعد نجي المهدي زاده الظروف معناها سيئه جدا بعد نفكر الحكم كيفاش نجموا نحاسبونا احنا هذا الماتش هاو بينالتي هاو رجوها ما نعرف شنو يقول لك ما فماش دوش معناها دوش ابسط الاشياء معناها يتغنوا في الظلام ذاك علاش احنا ديما حيينا برشا المجهودات اللي قاعدين يقوموا فيها الحكام في الظروف الصعيبه هذيا ومش خالصين مده عامين والناس قاعده تصفر وتتعب وعلاش خاطر الناس عندهم الغرام عندهم الباسيون نتاع كره القدم لكن انا استقاله نجفيني ما فاجئتنيش لان عندي معلومات اللي باش يتنحى باش يتنحى من شكون؟ من الجامعه هذه التسيريه هذه علاش باش نقول لك علاش باش نقول هذا الكلام ولا مسؤوليتي فما ناس نجي جويني سكر عليهم البيبان السماسره اللي كانت قبل تصبصر بالحكام واللي كانت تلعب بهم مصالحهم الخاصه وهذا كان موجود في العهد اللي سابق وقت دخل نجي جويني تقبيل دخل على شانتي خايب برشا وما يجمش في فتره صغيره باش ينظف كل شيء لازم شويه وقت الناس تمست في مصالحها دونك من المصالح نتاعها باش تغلط سي كمال يدير وناجي جويني يتنحى هذا معناها علاش قلت لك انا فما وطيات نعرفهم وفما شخص ما نحبش نسميه قلت له راهو ناجي جويني باش يبقى اذا مش باش يبعدوه باش يبعد هو خاطر الظروف هذيا معناها ما حسنوا له حتى شيء وما عطاوا حتى شيء علاش خاطر كوش عليها مقصوده اي اما مجدة نجي جوين الناس الكل نعرف انه متعين معناتها من الدوله عينته معناتها قبل حتى ما تجي الجامعه هذه وقبل ما تجي شنو لا عيط له وصف جلي لا دوله لا حتى شيء وصف جلي كواليس حتى لا لا وصف جلي عيط له وعطاه الوعود وكل شيء والناس كل وقتها فرحت وكيفاش نجي جوين الوزير السابق كمال دقيش هو اللي عينه بأوامر حتى من رئيس الجمهوريه معناها لا وصف جلي هو اللي عين ما نسيسوهاش دونك اللي صاير توا راهو فما ناس تمثل في مصالحها الخاصة اللي كانت تصمصر بالتحكيم وتدخل منه برشا فلوس كي تسكر عليها البيبان شو مصلحتها يلزمها تعمل؟ يلزمها تعاون وتعمل مستحيل باش نحي نجي جويني والناس اللي جات تخدم معاه وهذا اللي هو اللي تسيغراف ونهب هنا نداء للوزير يتفطن الحكاية هذية خاطر شوف النية كان جات نية صادقة وقت نجي جويني وجماعته قدموا استقالة أول ما يستدعموا كمال يدير ويقعد معهم وما يخليهمش يخرجوا خاطر مصلحة كل قدم مش حتى اللي ندرسوا الموضوع وحتى اللي نخرجوا كومينيكي وحتى اللي نخليوا الناس هكاكا هذا مش باهي
ناس وقت انت تحطيت غادي سي كمال الدين راك باش تخدم مصلحه كل قدم في المده حتى الصغيره هذه الخريطه الطريق اللي نطلبينها منك انت باش تقدمها باش تعمل جلسه انتخابيه معناتها تحضر هذه كله تو ما عندنا ما سمعنا منه حتى شيء. زيد من بالك اليوم قطاع هام كما التحكيم هذايا اليوم يخرج ونسكتوا فما صمت لا من الوزاره ومن الجامعه هذا مش معقول. هنا قاعدين يمسوا في كل قدم في الحاجه اللي الناس تحبها. دونك يا ناس فيقوا ما نتعوش في البيش ناجي جويني مش من توا باش قطر 20 سنه راهو استعملت ناجي جويني وشوف التطور اللي عملوا وشوف الحكام اللي مشات تعمل كوب ديمونت اليوم ناجي جويني باش يولي خايبه معناها السمسار هذوما يحكموا في كمان يحكموا في المنظومه الكل. سمينا معروفين يعرفوهم انت امين لمحله وانت لمحله اي مش لازم قاعدين نحكيو بالغاز اذا نتكلموا في العباد العباد تطول الثلب اما معروفه والناس تعرفهم ومنعوتين وموجودين كي جا ناجي جويني بدل الناس الكل الناس لا لا ناجي نحس مصر الكل ما داروش به جاب الناس مش في خاطر ايمن بحذايا يوسف ناس عندهم الكفاءه والنظافه ما ساعدهمش شكونهم دونك يلزم يوصلوا معلومات غلط لسي كمال الدين شكونهم مثلا باه ما نسميهمش اما الاطراف شكون مسؤولين حكام قدم كلا تو نجم انا زاد نعطي الكلمه لايمن قول لك انا خاطر الكلام هذا راهو كلام شعبي ونسمعوا فيه عندنا 100 سنه ومنظومه فاسده ومتامرون وصائدون في ما قلناش متامرون منظومه ممتازه جيده على التحكيم اللي انتم فيه على التحكيم اللي انتم فيه احنا نحكي يا مهدي ما نحكيش مع بعضنا امين خلينا نسمع تعليق من مهدي وبعد نعطيك تعلق هاي تفضل مهدي لا انا سالته على لا مثال خليه يتفاعل معايا بالعكس انا حبيت نفهم شكون الاطراف وبعد نعلق انا خاطر عندي ما نعلق خاطر انا نتصور كان جات في فتره وديع الجريمه يصيرش هذا كيف تو مسيب راهو ناجي جويني ما جاش وراني انا ما نعرفوش احنا ظروفنا يا اخي ما نعرفوش احنا ظروفنا سنه ما نعرفوش احنا معناش خالصين ما نعرفوش الفيدراسيون هذه ما فيهاش فلوس هو قال وليد عندنا عامين احنا شوف احنا عندنا عامين ما احناش خالصين ما نعرفوش عام ونص ما احناش خالصين لا نعرفوا كان جا شوف كان جا فتره ما نتكلموش مع بعضنا ما تفاعلوش مع بعضنا كمل انت وخلي هو يجاوب مستحيل حكم يتجرا انه يوقف نشاط باه ميشيل هو دي عجليتنا يقعد وكيكا علاش تخدموا معاها المنظومه هذه علاش خدمتوا معاها ما خدمناش معاها هذه هي انا موجودين باش نصلحوا اي خاطر معينين من فوق ما عندنا حد معيننا لا من فوق لا من لوطه انا فما نجي شوف فما حلقه خلينا نجاوبك لا جوز حاجه برك استنى ما تكلمتش الموضوع فما حلقه ناقصه اللي هي كمال يدير خدمنا معاها بعد ولا به وعليه لا قلناش شكون قال به ما وفرش اي اي ما تقوليش كلام مقطوع مانيش انا لا ما قلتش به وعليه لا استنتاج غلط استنتاج به وعليه لا شيء جميل بالله خليه يكمل وبعد جاوب قيدهم عندك ورقه وسيله قيد وبعد جاوب لحظه برك جامعه فالسه وضعية كرة قدم ضبابية جدا في الوقت هذا متفقين كمال يدير ما ينجم يعمل حتى شيء وحده الا باستشارة الوزارة والفيفا لانه مش اتحاد تونسي قائم هذا راهو هيئة التسوية معناها احنا كما دينا يدير عليه كامل الصلاحيات شنو الصلاحيات؟ كل الصلاحيات الا المادية لا كل شيء ما عنده صلاحيات مادية نقول لك لا عنده ما عنده صلاحيات انا نقول لك زاد ما انت ما تعرفش ما لا سامحني ما لا انت لهنا قول لي ما عندهمش فلوس مسألة أخرى لحظة اي ما عندهمش فلوس انا ربط لك حكاية الفلوس بقبل عندها عام ونص انت تتجرى عملها وقت ديال الجيري عملناها شنو تجرى وقت ديال الجيري خصبي ما قلنالوش ارفع يدك على قطاع التحكيم عندك انت في شمسة فيما هي ايام شمس الجميله نعرف فهمتي تضم فيها حيادوش بويسه انا عندك انا نحكي لك علاش انا والله 10 ثواني ونكمل انا اللي لومه وكانه تم استغلال الوضع هذايا الفارغ هذا هرب من المسؤوليه كنا نجموا نعملوا اي حاجه اخرى بطريقه اخرى لا بروف اللي الجامعه مش باش تقف الكره مش باش تقف البطوله ستقام احترامي لسي وليد واليوم الفيدراسيون حسب ما سمعت هيئه التسويه هذه شرعت في اتمام الاجراءات لخلاص مستحقات خليني على صحيح هذا السؤال علاش تو علاش تو هيا جاوبني انت عندك امين هي. يمين بالله انت عندك فلوس علاش تو كيما قال امين لا ما نجيش الفلوس لازم نجاوبك ولا لا بلاستك وعمل غلط ابقى في بلاستك علاش خارج اي مهدي لازم نجاوب ولا مهدي بالله اسمعني كي نكلمك يقول لك كلمناهم ما تجاوبوش معانا ما يستقيلش باهي تفضل يبقى في بلاستو والحكام نتاعو ما يسالش يعملوا الحركه الاحتجاجيه هذه هاو كي استقال خرجت الفلوس لا. انت مسؤول جايبك باش تضغط لازم نجاوبك تفضل اولا لا مقارنه بوضع ما قبل 25 اكتوبر الوضع الغير مأسوف عليه شو 25 اكتوبر
يوم خروج وديع الجميع، وهذه المرحلة المفصلية في تاريخ كرة القدم التونسية، ما قبل وديع وما بعد وديع. اليوم مكتب سيد كمال يديو لجنة التسوية من مهامها تسوية مختلف الوضعية. صحيح. نحكي على قطاعي أنا التحكيم، وما دام قبلت المسؤولية عليها أن تتحمل مسؤوليتها. أوكي طيب ولا به، احنا عندنا فلوس بقيمة 2.8 مليون دينار، مستحقات حكام ومراقبين ومختلف الأطراف المتداخل به، زينا خلصوا الناس، خلصوا الناس. سينازي قال للحكام إذا كان ميخلصكم أنا بس نستقيل، لأنه سينازي زويني ومن معه يؤمن بأنه ضرورة توفير ظروف الملائمة بس تنزم الطالب الحكام بالمردود. ما تجيش أنت متوفر دوس الحد الأدنى من مقاومات الاحترام، الحد الأدنى من مقاومات الاحترام في التمارين في الإخلاص في كل شيء، وبعد تقول له إيجا ترينا وأحضر لي في الزوم ونعمل له ضوابط استثنائية. رغم ذاك يا مهدي اسمعني، يا مهدي إذا أنا اليوم نحكي معك كإدارة، أنا اليوم في المسؤول مش في الحكم، اليوم في المسؤول. أنا اليوم اللي مسؤول ترك المهمة ما منيش حكم منا يا مهدي، أنا مسؤول. اليوم فيكم أنتم ما تركتوا المهمة، خليني جاوب بتونس معهم عليكم، خليني جاوب. لأنه نجي شويني يتميز بالنزاهة والكفاءة. وصلت مهدي الفكرة، خليني جاوب ولا لا يا مهدي؟ قلنا لو من نزموش نكملوا، واضح ولا لا؟ زيتك هيئة التسوية قلت لك لو ما فماش فلوس لازم نضحيوا مع بعض. الله يبارك يا سيدي، كلمتي مع الحكام حطوها على زنب، والحكام رغم ذلك انخرطوا وواصلوا وضحوا وانجازي معانا، واضح معانا وانجازي على خاطرهم ممنين بالمشروع. بيه. واضح ولا لا؟ بيه. طيب من بعد صارت في الكفة في الليليت بي زيت مدام زكية، واضح واضح ولا؟ وأحييها بالمناسبة على ما تقوم به من مجهودات جبارة ومن انتجريتي كبيرة ياسر، هي وكامل الفريق الحقيقة في هذا الظرف الدقيق. يعطيك صحة يبي برش. هذا قالت كلمة مدام زكية، قالت 3 سنين ما كومش خالصين وانتم قابلين الوضعية، كيفاش ما قاطعتوش يا حكام؟ قالتها يا وليد ولا ما قالتها؟ صحيح. واضح ولا لا؟ قالت وأتعهد بتوفير مش الفلوس الكل، شوية سينا في الاتجاه هذاك، وسينازي قلنا أنه الظرف دقيق وحساس والوضع العام للبلاد و لا يسمح، ومن المصلحة الوطنية نواصل. يعطيك الصحة. هذا هو. صار اتصال وتواصل مع السيدة زكية وقالت ألتزم بتوفير بسرعة كنيوتا ما غير تفاصيل لا مهم التفاصيل مهم لا تفاصيل دقيقة هذه المرحلة مثالس. قالت نوفر لكم 800,000 دينار، شوفوا انتوما كيفاش تحبوا توزعوهم. 30% تقريبا تقريبا كيفاش توزعوهم؟ لميناهم، لمينا بعضنا وزعناهم باش نعطيو كامل خلاص الحكام سبين حتى 30 جوان 2024، و 30% من المتخلدات تاع 75% القدم باش نعطيوهم للحكام والمراقبين، اضافه الى المدربين والى رؤساء اللجنه. قلنا نقراو حساب الناس الكل حتى تفتوفه وهنا نتعاون. البارح في الايام يقول لك هاو عندك 200,000 دينار توا، شوف كيف توزعها، انا ما عندي التزامات واولويات اخرى. هل هذا معقول؟ اذا كان انت تراه معقول احنا مراه اسمعك، اذا كان انت اذا كان انت تراه انا مراه احنا مصداقيه باش نرجع لك امين عندنا في سفيلة. لا احنا نكمل كمان في بالك الإسلام. في بالك اللي ما يشوف فيكم حد نعم. لا بالحق في بالك المسؤوليه الحمد لله سيناجي معناه كومباني عليكم الاجماع انه باش تصلحوا المنظومه وكل شيء لانه التحكيم لكن كان لكن ما نجموش نصلحوا اذا فما الظروف. النوايا لا تكفي. نعرف انا اللوم بكل حب على ترك المسؤوليه في هذا الوقت بالذات ما تركناش المسؤوليه احنا نبهنا الى خطر وكنا غير قادرين. باش نعطيك معلومه مجد بالله لحظة باش نرجعوا باش مازال نحكيوا في الموضوع معنا ايضا بالتليفون مختار دبوس حبيناه يكون موجود معنا حبيناه يكون موجود معنا في البلاتو لكن عنده التزامات مهنيه ما خلاتوش يكون موجود. امين فرحت بيه تحسك مختار صديقي خليته يسمع في الحوار الكل. مختار اهلا بيك. ساعه مختار موجود معنا ولا باهي؟ في انتظار نعاودوا نتحصلوا مره اخرى على مختار. مختار معنا؟ معك سلام. معك سلام. باهي حبيتك تسمع الكلام والنقاش الكل اللي صار. حبيت ناخذ ايضا تعليق من عندك وناخذ ايضا في نفس الوقت موقفك من اللي صار البارح تقريبا. مفاجأة كانت ولا مش مفاجأة برشا انت عطاها خلي اللي كنت تلتقي. والله سلام انت تعرف اول ما بدا شد نجي جويني وكنت معك في اكسبريس اف ام وقلت لك حتى شيء ما هو باش يتبدل واضحين.
معناها قلت اللي راي ما تبدل حاجة في التحكيم كان ما تتوفر الإمكانيات وما تتوفر الفلوس والحكم ما ينجم يعيش كان كيتخلصوا قلتها. لكن أنا قبل ما نمشي لغاديكا وكلامي كان صحيح مرجاء السلام كي نقول لك حاجة القدام في دومين التحكيم راه لازمك معناها تصدقني عليه تدل. بالنسبة للأمين بركلة أنا ما جيتش راهو التزام مهني وأمين بركلة حبيت إسلام يرضي السيد عز الدين بركلة اللي هو والده وقال له راني ما نرضاش عليه كمازال بلاتو تقف مقابل مختار دبوس نجم قدامك. أنا احتراما لصاحبي وعشيري أمين ما جيتش ما حضرتش أما كنت أتمنى اليوم بالذات موجود في البلاتو. علاش؟ على خاطر أنا كمحامي ديما نحكي من الشكل من ناحية الشكلية قبل ما نحكيه على الأصل. من ناحية الشكلية ما سيفة أمين بركلة باش يحكي باسم الحكام. أمين بركلة خدم تسمى وبعد تم استبعاده وعمل لي دين وساقين ورجع توا غير مسمى. أمين خليني نكمل حديثي للأخر وبعد جاوب غير مسمى. معناه أنا وزيدي أمين بركلة خرج توا في 7 ولا 8 بلاتوات اللي ذكروا اسم ناجي جويني واللي ذكر اسم المشرف العام أكثر من الحكام نرجع ونسمي لك عشان مرة ذكروا. معناها توا تعرفش يمين علاش على اعصابه اسلام خاطر عنده مهمه مكلف بها من طرف ناجي لتلميع صورته. ناجي جويني جاء في وقت معين ناكد لك الكل اللي خدموا مع ناجي جويني ما يعرفوش ناجي جويني وما يعرفوش مخ ناجي جويني. ومن بركلة يزعم انه تقرب من ناجي جويني وناجي جويني راهو ما ينجم يفهم مخه حتى حد بالتاريخ وبصحابه القدم. نجي جويني نأكد لك وطوي يجي ليامات إذا كان نتوقع الله أعلم اللي نجي نلقى موقع آخر ولا منصب آخر ولا بش يرجع القطر ولا فيفا ولا كاف. أنا قلت بش يقاوم بش يقع 3-4 سنين مش مشكل. أنا نقول لك في بلاس نجي نزيد نظرة على الحكام هذا مرفق عمومي راه وفما بطولة وفما جمعيات تعمل مش معناها انت تجي في درج وتقرر الاستقاله والجمعيات اللي تحضر عندك خليني نكمل لك ساعتين. لا ما تكمليش لهنا باش نوقفك انا مختار باش نجاوبه باش نعطيك تجاوب. الاسبوع الماضي ظهر لي مش ما عندناش برشا كنا نحكيو في الموضوع هذايا وجبت نفس الكلمه انت لهنا وقلت لك بالمستوى الضعيف حتى شفنا الحكام معناها في الفتره الاخيره شنو نجم يعمل اللي داره في فتره قصيره قلت لي يستقيل هاو استقال وبالظروف هذه لحظة وبعد جاوبني هاو استقال سيدي اليوم تجي تقول لي كيفاش يستقيم ما نحبكش متناقص زيادة مختار يا ناجي يا اسلام انا متناقص راني شفت انا شفتكم تقبل ضد وديع الجاري كنت منا وديع الجاري هذيك يا مخي ما تنجمش تحاسبني زيادة على كلامي معناها ما عندكش موقف ما عندكش ثوابت ميحي مع الريح انت عملت لي انترفيو تعرف اللي ما عنديش الميح مع الريح. انا بالنسبة لي انا ناجي جويني ليس الرجل المناسب في المكان المناسب دون امكانيات يحسب لي بعض الحاجات اللي صارت اللي كونوا ديما تحكيوا على سماسرة ودرشنوة وتجبدوا في العابد يجبدوا تحكيوا على عبد الكريم العابدي شنو برس امك انت عبد الكريم العابدي عبد موجود اذكروا عندك شجاعة يا بركلة اذكر مثال شاني ذكرتوان كبربني ما دخل عبد الكريم العابدي في فتاة شبيه عبد الكريم العابدي هم تو شفتم الكل هالسماسرة ويحكيوا على يدير وصاحب يدير يذكروا من بارح امين بركلة ما جاتوش الشجاعة باش يذكر يقول عبد الكريم العابدي. عبد الكريم العابدي هو سبب تدهور وسبب ان الحكام ما خلصوش وسبب ان كون كرتنا منعطة وبينانتي في تطاوين عبد الكريم العابدي وغيره شنو اشتا بفهمتش امين بركلة هم كلهم يقضوا في عبد الكريم العابدي. انا ناكد لك امين بركلة يلمع في صورة المشرف العام بالله ما تطيرش ليش كلمة وتمشي دخلوا عبد الكريم العابدي في الموضوع هما انا اعطيتك انا مو انت بكريك يا سلام كلهم سميوا لي الصحفيين وسميوا لي السماسرة وسميوا لي هما راهو يقصدوا في شخص واحد عبد الكريم العابدي لا مو صحيح لا يزيد 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 لا
نختم انا راني يا سلام راهو لا يحق لامير بركله باش يجاوبني لا صفه له لا لا يحق يحق له يجاوب لا 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 صفه له شكرا انا نحكي لك منها القانونيه لا شكرا ويجاني في بلاتو نتحداك مختار كمل كمل ويجاني في بلاتو كمل انا لا صفه لامير بركله باش يجاوبني لامير بركله طردوه طردوه من الدهنه عمل لي دينو ساقين ورجع ونجي جويني قالوا اقعد مانيش نسميك اما هاك تحرك واضح هذا اللي صار انا بالنسبه لي انا الكوره مش تقف على نجي جويني فما رجال في التحكيم ينجموا يشدوا منهم امين برك الله راهو امين برك الله من احد الرجالات ويوسف السرايلي انا بالنسبه لي انا والله ما حاسش يعني بشهادتك يا مختار قاعد 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 تميع في القضيه اسمعني انا بالنسبه لي انا قاعد في القهوه نكمل سلام سلام قاعد تحترم في المستمعين يا مختار ارتقي شويه باسلوبك نكمل لك اسمعني انا راني نحكي انا نحكي ديريكت ما نعملش لك الخطاب نتاعك باللغه العربيه باش العباد عابد قاعد يحكي لك على ناجي جويني استقال وانت تحكي له على نكسه كوب دافريك معناها قاعد الحقيقه برك الله ماكش تقنع في العباد مش مشكل مانيش في مناظره سياسيه ماكش تقنع ماكش انتخابات برا للحكام برا للحكام انت ترانسفور ما لقيتلوش حل بتصلحوا باش العباد تترنى بالضوء انت بيدك ريت اون شارج وصلت تعليقك مختار يعطيك الصحه واضحه باه امين تفضل اول شيء قالها الاستاذ انه الاداره الوطنيه للتحكيم هي مرفق عمومي هذه الاستقالة لا توقف المرفق العمومي ونحن ملتزمون كإدارة وطنية للتحكيم وبتعليمات وتوصيات من السيد المشرف العام نادي الزويني اللي يبدو أنه شخص نادي الزويني مقلق برشا ناس كشخص وطول نرجعوا له هذا أنه التعيينات ما لم يتم تعيين هيئة جديدة أو إدارة جديدة ستتواصل باش تكملوا تخدموا بيان سور باش نمدوا التعيينات لا عندك تصريف أعمال التعيينات ستتواصل مقابلات الوديه نتاع غدوه ليكيب ناسيونال اوفان والكلوب افريكان باش نعينوا لها حكم ونمدوها للسيد الكاتب العام هما ما يمشيوش هما حرار ولا هم كامل الصلاحيات ولا هم بوصله ومانيش باش ندخل فيه المجال هذا وانا ما دخلتش وما تواصلتش ونعرف فما رجال بالك شفتوا توجيه من هنا الغدوه ان شاء الله فما حاجه اخرى تعيينات الرابطه الثانيه اذا ما تم تعيين فريق بس تتواصل ومخدومة التعيينات وسنمد بها السيد الكاتب العام وسي محمد بن حسان اتصل بسي وزدي وقالوا راه التعيينات بس نوفروها لكم احنا ما نلعبوش المرفق العام والسياق العام والأمن العام وهالكلام الكل مش معانا احنا واضح مش معانا احنا وتحبوا نعملوا ديباتة ونعملوه ديبات الكلام هذا مش معانا احنا واضح. لا حد بس يعلمنا الوطنية ولا حد عنده ميزان نقيسوا به الوطنية بالنسبة للمهمة اللي زيد من أجلها كما قال الأستاذ اللي هو تلميع تصوير نادي الزويني نادي الزويني لا يستحق لأمين بركلة بس لما صورته ولا غير أمين بركلة ماضي وكارييره وسمعته وإنجازاته في قطاع التحكيم كحكم وكمسؤول في دولة قطر تكفي للإجابة نترفع عن هذا أمين بركلة لا صفة له أمين بركلة له صفة صفة أنه كان منسق عام إدارة التحكيم بمحضر جلسة من منطلقة الصلاحيات التي كانت موكولة لسيد المشرف العام في الفصل 3 من الاتفاقية المبرمة بينه وبين المكتب الجامعي كمؤسسة نحكيه على الجامعة التونسية لكرة القدم مسجل هذا في محضر جلسة وحتى كان ما عندي الصفة هاو مثال شوية واحد من الولاد وليد الهذلي يشهد ويقول أمين بركلة كان يخدم ولا ما كان يخدم كان يستهد ولا ما كان يستهد مع الحكم ما هيش مشكلة تسعملت وسما عملتس المشكلة ما هيش نجي زويني ما هيش أمين بركلة المشكلة مشروع تحكيم ضد السماسرة وضد المتآمرين على قطاع التحكيم واللي يحبوا يرزعوا للنقطة صفر قال لك تقصد في السيد عبد الكريم العابدي مش تقصد فيه هو ما نقصد في حتى حد أنا نقصد في المزموعة لأنه عبد الكريم العابدي إذا كان هو يعرفه سمسار أنا عمره لا تعامل معاه بسمسر إذا هو تعامل معاه وسمسر معاه هذيك مسألة تهمهم هو يوضح مش أنا نوضح انا عمري اذا تعاملت معاه وعمري الكلام على مسؤوليته انا بيدي هو يتحمل مسؤوليته سيبني فيه اما اليوم الناس تبحث عن المعلومه راه معناتها سمسره يا اسلام اليوم التعيينات كنقولوا راه سمسره اليوم التعيينات بتاعنا تصير نهار الخميس العشيه تخرج تصير سته كملناها تريتيناها
تصير البارتاج نتاعها الستة نتاع الثمانية نتاع العشية. ما تهمكمش هو بالسامسونج. ليه؟ حبيت نقول لك احنا سكرنا على الناس حتى المعلومة، خاطر سي سي اليوم فما ناس متقلقة حتى في ديفيزيون انفيريور، ناس عايشة في منا ومنا كانوا يعرفوا ديزينياسيون. يحبوا ليه؟ باش يعطي المعلومة. كانوا يحطوا ديزينياسيون. مش يعرفوا يحطوا. كانوا وش كانوا يعملوا؟ أنا عينت مهدي نعطي المعلومة لوليد. وليد يمشي خرجها رئيس الجمعية، هاو عيننا مهدي يسمصر بها، هاو عندي نفوذ. هذا مقصود من السماس. احنا هذو ما سكرنا عليه ولمسوه الحكام، هاونا اول يد قدامي ولمسوه. باي واضح. فقط نختم مع مهدي عنده الكلام اللي قالوا الكلام اللي قالوا. انا نتمنى حاجة بركة باش يخرج مهدي، مش انا نتمنى حاجة بركة. مختار دبوس يكف عن الشعبوية نتاعو ويكف على البحث عن البوز، وراهو اسلوبه ارقى من هذا. هو انسان يحب ديما اسمه يدور، وانا نتفهم المحامين والناس اللي ما يعرفوش، نتفهم المحامين. انت وياه اصحاب برشا، لكن اللي يعمل فيه هو يحب ديما اسمه يدور على يحب يخدم الكابينين نتاعو. مالكش رايو هذا؟ علاش على رايو؟ نجم يكون رايو انا مختار ما نعرفوش، ما نحسو يحكي على طبيعته هذاك اللي فما فما حس رايو وقالوا ربما رايو غلط. ما نصورش متعمد انه شيء حاب يعمل بس. قالها في البلاتو، قال احنا نلوزوا على البوز. هو قالها مش انا قلتها. بعركة حكام في بعضكم قديم. شو دخلني انا هنا؟ وين انت قاعد؟ فقط بل ما يخرج خويا مهدي. بزيش خلي وليد نحب نعقب على كلامك. كنت قلت الحملة هذه كي صارت رغم هذا تعينت باش تصير وباش نمشي ونزفر. نحب نقول لك ليه الحكام والنخبة بالدوالين والنخبة باش تخلصوا يد واحدة، باش نكونوا يد واحدة وكلمة واحدة. المقاطعة الى حين إصدار، معناها نعملوا جلسة عمل ويحكيوا معنا ويعبرونا. الشرط انه تعطيني معناها ما نعرفش والله المعلومة اللي يعني البارح فما 200 مليون اليوم ستحطوا 3 مليار دولار. دونك المشكل تولي الإدارة. دونك الناس هذوما يلوزوا بس الإدارة تخرج. مهدي نكمل معك. عندك ولا اعتقد عندك ونزه الهيئة هيئة التسوية المكلفة بتسيير كرة قدم التونسية من هذا ونزهوها. مهدي عندك التزامات باش تغادرنا نكمل معك. التزامات مهنية بالاساس. سينار انقعدت مع حداكم محلاها القاعدة وليد وامين ومجدة. انا جوست هنا نحب نكمل بحاجة. تو شفت المشكلة الكل فلوس. لا معناها لا لحظة لا لحظة دقيقة لا لا تي فلوس فلوس تي فلوس هي تحصل الظروف. فهمت أمين؟ أعطيني فلوس نعمل لك ظروف. الوضع نتاع كمال يدير والوضع نتاع هيئة التسوية راه وضع سيء وفي موقف في موقف عدم قوة واضح جدا، في موقف خاضع لأوامر الدولة. نحبوا نذكروا احنا تو في سيتواسيون فيفا تراقب فينا كذا. ولهنا نداء خويا وزير الشباب والرياضة والدولة ورئاسة الحكومة، راهو الرياضة قاعدة في كرة قدم في موقف متاع انتظار، حالة انتظار بين 6 و9 شهور. الناس مش خالصة أمين في الفيدراسيون بين إداريين وطرف فنية. هذه حتى مدرب الحكام فوز البنزرتي والستاف نتاعو ما خدمش فلوس، لا خدمو حتى فرانكفورت يعني نقعدوا احنا زاد ما نخلصوش. لا ما قا حد هذا أمين، ما هو احنا نحكيو على الوضع الكل اللي مش كان تحكيم. هو سي كمال يدير لازم يتنفس، لازم تجيه كل جرعة الأكسجين من الدولة. ما نجموش نحكيو حاجة أخرى باش الأمور الكل تتفرهد. راهو تصور أنت في الفيدراسيون ما عندناش مدير رياضي للمنتخبات، هذه بدينا فيها احنا بسليم بن عثمان وما كملناهاش. توا فوزي بن زرتي مثلا كي باش يكلم ملاعبي من ليبي ناسيونو يكلموه هو. لا بروف مثلا نعطيك حاجة بسيطة نكمل بها، حاب يتواصل مع هيثم حسن ما نجمش، لأنه فما لازم شكون يخدم الخدمة هذيك. فما امور نتاع فيزا وامور نتاع سفاره والملاعب ما يهزش وكذا. فوضى عارمه في الفيدراسيون، وظهر لي حتى على التيران اللي حكيت عليه تقريبا ذا ما بعد اللي حكيت عليها تاريخ 25 جويلية، معناها البنيه 25 اكتوبر. البنيه التحتيه نتاع الفيدراسيون صارت فيها تغييرات بعد وديع جري، هذه حسب معلومه اللي عندي. فما تيران تم مصادرته من طرف وزاره الشباب والرياضه، معناها راهو في وضع ضبابي جدا. الدوله لازمها تحمل مسؤولياتها ولازمها. يا خويا ريت انت الحكام البارح قطع النظر، انا نجم تختلف معايا امين. نقول لك مثلا ما حققش تو سيبت المهمه ولا الاولاد ما حققوش تو واحد من حيث المبدا عندك حق. يا خويا الدوله هيك تسمع في الموضوع تتدخل. تمنى على الوضعيه الماديه نتاع الحكام، يبدو انه فيهم البعض يعاني زاد من وضعيه اجتماعيه خاصه. وتو الموضوع يتفضل صدقني، لا في يد امين ولا في يد نجي جوين لا في يد كمال يدير. الدوله تتحرك. هذا رايي السلام ربي قبل ما يقدرنا اخونا مهدي. نحب نقول لك المطالب نتاعنا راهي مش ماديه 100%. كما قال ظروف بيان سي عندنا ظروف التمارين، عندنا كي نمشيو ديبلاسمون ماتشوات بعاد نزل اقامه كل حاله نتاعو ردي ما نقولوش لسامي ردي. عندنا الكيت اللي نخدموا به في الماتشوات تشوفوا في التلفزيون انتوما كل حكم يحكي، هو تلقاه يحكي وحده راه لا يسمع حكم مساعد
ولا يسمو الحكم الرابع. علاش طلبتوا بهم تو؟ شوف فهمت شنو انا. موجودين موجودين من قبل. ما طالبين قبل الوقت في دراسه اليوم. انا باش نقول لك بالله سامحني يا سي ميشيل. انا باش نقول سر اليوم. خاطرني قريب كما قال هو مختار. نعم انا قريب من سينازي واتشرف. انه التراكمات السنوات علمتني برسا في العام في الثمانيه سور هذوما تعلمت برسا من سينادي وافتخر بذلك وخالي يقولوا اللي تحب على الاقل احنا نضاف في مخاخنا ونضاف في سلوكياتنا عكس برسا ناس اللي تحب تتمعش من التحكيم. سينادي يسعى لتوفير مستشهر بس يوفر ليكيت وبس يوفر التونيات وبس يوفر السبراي للحكام هذا ديرنيرمو. اما الراجل يخدم في صمت في صمت ما الناس باش نعملوا كل حاجه نعملوا له طاوله وكراسي ما حبوش ما حبوش ربي يعينهم. اما ما ناش بس نصيبوا معركتنا الحقيقيه اللي هي التحكيم العصري والمستقل. واضح نتكلم مع اخونا مهدي بجربي قال لنا ايش بكم توا نحن لي نحن في عهد وصف جليل عملنا معناها بوند روج في الماتشوات الكل معناها سي ا والبي وبعض الشبان وكانت الحق حققنا 25% عطاونا معناها وسكتنا قلنا ميسالش ومن بعد وعدونا معناها قعدنا في وعود زايفه وماشيين في هاوية حكم هاوي في ربطة محترف سيح. والحكم ديما الحالة الحلقة الأضعف لازم تو قلنا ليه لازم نرجعوا الهيبة وقدرنا زاد واضح باهي مهدي يعطيك الصحة تنجم تقدمنا إذا كان إذا كان تحب كل ولا ماذا بيا ما نغادرش مع الغالب ولا عندي التزامات شكرا لك مجد نشوفك من بكرة تحب تتفاعل تطلب في الكلمة. أنا استمتعت اليوم بارك الله ومهدي ووليد يعطيك الصحة. شوف سي كمال يدير ناس كل تعرف اللي سي كمال يدير ناس إنسان نزيه ومعناها عنده المواصفات الكل متاع نزاهة به. اليوم عنده مهمة نعتبرها وطنية اللي هي اليوم الفيفا حطتك وعندك دور هام برشا باش تحضر الجلسات العامة وانتخابية وكل شيء لكن هذا ما يكفيش. اليوم زاد أنت ساهر على مصحة كرة القدم اللي انت اليوم تو موجود على راسها لازم تتحمل مسؤوليتك. انا اليوم فما الموضوع ذايا انا لازم نلقى له حل مع المشرف العام اللي لازم يعرف المشرف العام والناس كل انا لاني صاحبه لاني ندافع عليه ديما نقول كلمه حق قاعد يخدم بينيفولمون وحتى واحد في اداره التحكيم سابقا ما خدمش بلاش فلوس الا ناجي جويني معناها يخدم يحب يخدم كره قدم نتاع تونسي به. أنا نستدعى ناجي جويني نستدعى الأعضاء نسمعهم ما نخرجش بيان بيان معناها كوش عليا نتصور نسالوا لقاءات لا ما حتى لقاء مع الجامعة لا ما صارش بعد الاستقالة لا قبل نحكي قبل توا البارح اتصالات تواصلات أنا نستدعى ما تعرفوش معاهم قبل الاستقالة قعدنا استدعاء رسمي ما خليش ناس تخرج ولو أنا ضد خروج الاستقالة مانيش معاهم خاطر انا مش نعطي الباب للناس الكل فما جمعيه توكيب تسخن في روحها باش تدخل تاخذ بقعه ناجي جويني معروفين وانا نعرفهم ونعرف شنو اللي عملوا فما حاجه اخرى تخدمت ضد ناجي جويني تخدمت حتى في البلاتوات ضد ناجي جويني على اساس كوم كوا ناجي جويني قاعد يظلم في جمعيه معينه هذا كل ماشي في الاتجاه خدمه ضد المنظومه هذه خاطر المنظومه هذه جايه باش تنظف والناس ما تساعدهاش تحب القطاع هذا قاعد تستمعش منه وهذا تو قاعدين يوصلوا الكلام لكل الهيئه التسييريه على اساس اللي ناجي جويني معناها منفرد بالراي وناجي جويني معناتها امبراطور وناجي اللي يتحكم معناتها يعمل في حاجات على الظاهره سو هذا مش صحيح خاطر يعرفوا الرجل من قريب يعرفوا القهوه وليد يعرف ناس عملت دي سيمينار ناجي جويني قاعد يدافع على الحكام قاعد الظروف نتاعو الظروف مش عجبته قاعد يعمل يسعى باش يطور من قطاع التحكيم نسلموا في هذا الرجل هذا مع احتراماتي للبودابوز والناس اللي ما يعجبهاش ناجي جويني كل واحد عنده رايه لكن هذه حقيقه لازم تعمل وهنا نداء وزير الشباب والرياضه لازم هو اللي يتدخل تو خاطر هذا راهو قطاع هام وهام جدا ما خليوش كره القدم التونسيه نتاعنا واحنا كنا كورجي ونحبوا الكوره والمدربين تسعى باش الكوره نتاعنا تتطور وهنا ولو عندي مؤاخذات مع ضد الحكام مع بعض الحكام فماش تضامن مش صحيح حكام كلهم مش متضامنين مع بعضهم حكام يضربوا في بعضهم ويتكلموا ضد بعضهم هذه نعرفوها وموجوده ومواليد ما يكذبنيش
وانا نعرف في القطاعات الكل موجوده خاصه في في, في في كل قدم في تونس الحكام ضد بعضهم ما يحبوش بعضهم. لا لا ماجد نوقف هذه صارت موجوده تويك باش ما يد واحده ان شاء الله كلمه واحده وكلنا سيدينا بعض نشوف الحكام الدوليين الحكام النخبه اللي صار في الصف الاول كلها تضامنت خاطر الوضع كاري. علاش قلت الكلام هذا؟ خاطر المنظومه القديمه ساهمت باش تخلي الحكام مع بعض معناتها بلاسك ضد بعضهم. انا نعطيك في حقائقي وانت تعرفها يا وليد صحيح. ان شاء الله التضامن هذايا نحن رانا اليوم موجود. نحن كي عملنا الحمله هذه لنا ضد جامعه ولنا جد الاعضاء الاداره لا السابقين ولا الجايين نحن نحب الوضع هذا ان شاء الله نقص الخطر نحبه. بالرغم اللي بالرغم اللي معناتها في بدايه موسم صاروا برشا غلطات حكام برشا بدلوا فما الاخطاء برشا كي تشوف الظروف انت برشا برشا اللي قاعدين يدربوا فيها ويعيشوا فيها زيد ما عادش تلوم الحكم اكثر من الطاقم تاعو. لا شو اذا حكمها بات في التيران ما عادش تقول لي لا ظروف لا فما ظروف لا 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 انت باش تحضر الماتش. لا لا ما نحكمش ما نحكمش ما نهبطش انا زاد نسخ خارق جمعيه. لا لا ما نسقوش لا لا ما نسقوش وعندي ظروف وما تنيتش مش صحيح. ما ديما هبط التيران ديما الخطا الحكم راهو عبد لازم ياخذ الحق تقدير. اما فما تشوف انت بوتات العالم الكل نشوف بلانتي نتاع المستير اللي تتعطات المستير معناها نقول له يزي الحكام التونسي خطا تقديري صح. لا مش تقديري حكم خطا اكثر من تقديري اكثر وليد مش موضوعنا مش موضوعنا هذا امين ما يعرفوش برشا غادي يوسف السراري استقال حتى قبل استقاله الاداره كان قدم استقالته للمشرف العام ويبدو لي حتى حكيت فيه الموضوع مع سيدنا الجويني فما مساله اداريه متعلقه بالعمل نتاعو حتى الجامعه ابسط حاجه هذه ما حلتش المشكل المدير الاداره الوطنيه للتحكيم معناها نهار 15 ماي تم تسمية الإدارة الوطنية للتحكيم من قبل المكتب الجامعي السابق يعني هو من له الصفة مكتب بواصف زلي. إلى حد الآن لم تتم تسوية وضعية الناس المتسمية إلى حد الآن ولا واحد خذا من الليم في إدارة التحكيم خذاه اسم الليم ناس تخدم بلاش سيد المدير اللي هو في التربية عندنا ناس اخرين في الوظيفه العموميه قالك خويا نزمو نعملوا الحاق نظام الالحاق ما فماش رغبه على ما يبدو ما تسويتس الوضعيه. دونك يوسف السرايري كان عبر اكثر من مره عن عدم رضاه قالوا حتى الكمال يدير في استماع يعني والكل هذا كل قال لكن تحس ما فماش رغبه ما فماش اهتمام كبير بقطاع التحكيم كأنه جزيره وحدها هاوك عليها راس عليها نازي زويني برا انت ما دامك هكا عندك الحكام والحكام عندهم ثقه فيك الظروف احنا في السيمينار بتاع ليلي تبيه تعمل في اخر لحظه في 90 دقيقه ناس مطيصه في الريسبسيون نلقاو في حلول ونلقاو في كذا والبيوت وخذ الاوتيل هذا وبرا امشي انتوما ستاف للاوتيل اللي بزنبه صعوباته ومسكين سيد الكاتب العام يكسر في راسه يوفر فوند للمو و و و و و دونك اليوم الوضعيه صعيبه جدا. احنا من واجبنا تجاه الحكام ان نقولوا ماينا اوكي اللي راه ما هروب اللي راه كذا ما احنا هذا اليوم نقوص خطر صدمه الحمد لله صارت صدمه ايجابيه ما راهي لاهي مواقفه لا على نازي زويني ولا على يمين بركله والمؤسسات ستستمر. واهم حاجه أنا نقولها وأفتخر بذلك أنه اللي رسخناه وأنه نظفنا العقلية والحكام انخرطوا في هذا هذا هو المكسب اللي الآخرين يضربوا عليه فهم هذا لا هذا مهم يا فما حاجة أخرى اليوم أنت ما عندكش مقر كإدارة التحكيم مش معقول لو إدارة فنية عندها مقر الناس تستمع في بيروه البيرو اللي كنا نستمع فيه خذته لوجيت اليوم السؤال اللي يطرح نفسه وأنا توعد باش نقولها هو الفلوس وين مهك هذا السؤال ولا لا يقول لي اسمه فماش فلوس الفلوس موجودة عند الجمعيات اليوم كمال يدير ومدام زكية والأستاذ الرحماني لازمهم يتحملوا مسؤوليتهم ويرزعوا الفلوس اللي مشيت للجمعيات خلزام عماي ومو وديع جريك اللي يخلص ولا الاستوانة متاع ميزانية 50 مليار 60 مليار حتى هذيك اللي صدعونا بها روسنا وينهم الفلوس يا إسلام اليوم فما واقع الجامعة تسلف في الجمعية تسلفت ولا ما سلفت الجمعيات لازم ترجع الفلوس ما يقارب 15 مليار
رزعوا الفلوس يا خويا. علاش الجمعيات ما تكلمهمش؟ علاش وصف الزلايل ما كلمش الجمعيات باش يرزعوا الفلوس؟ علاش توا كمال يدير ما يكلمش الجمعيات باش يرزعوا الفلوس؟ وصف الزلايل نجمو نفهموا اهداف انتخابيه وقتها. ايوه اما توا كمال يدير من المنظومه الموتسي. علاش اهداف انتخابيه؟ قالك مانيش باش نترشح. لا وصف الزلايل كان باش يترشحوا. ما نعرفش. اليوم اعطيو لنا الفلوس ويرزعوا الفلوس لحسابات الجامعه تتصور وضعي. وحاجه اخرى بالله يا اسلام حاجه اخرى. العباد ماهيش فاهمه. هي ماشي في بالها راهو 3 مليارات على اساس كل حكم باش يزيد 200 مليون. كل حكم بيزي 700-800 ألف قد يخلص هو الحكم راهو 3 مليون 400 في المقابلة 400 دينار وليجان 20 ألف ومساكن 30 ألف راهو هذوما 3 مليار دوات بس يتوزعوا على تقريبا 850 فرد خبالك شكل واحد وانا واحدة هي كانيوتا بس نفرقوهم ولا ورثة بس نقسموها ناجي يقول لك 3 واللي نراه في التعليقات شيء غريب حالة الحقد وحالة البغض وحالة الكراهية ما هذا بابا انت كي تمشي تخدم ما تخلصش يعطيك الصحة احنا ليه باش نخلصوا ماهيش مزيه راهو هذه حق الناس باش تخدم ومن حق الناس في اداره التحكيم باش تخلص عاملين علينا مزيه حتى حد ما عامل علينا مزيه والجمهور لازم يتحمل مسؤوليته استكفاءوا بجمعياتكم يا خويا لا ما هو الجمعيات عندها جمهور يدافع عليها الحكم ما عندوش ما عندها حد يتحمل مسؤوليته وليد نكمل معك كلمه نختم وكان عندك رساله تحب توصلها والله نعرف اول حاجه نحن تو نعرفوا الجامعه التونسيه لكره القدم الوضع نتاعها مش هو واعين بالوضع واعين بكل شيء ما يا خويا عبرونا اسمعونا اقعدوا معانا نشوفوا حل الوضع هذه زايدة هذه كل اسمعونا لا عبرونا لا خلصونا خلصونا أهم حاجة مش خلصوهم بركة خلصوهم وعملوا استراتيجية متاع تطوير حقيقي لقطاع التحكيم إسلام خلي كامل خلي كامل قل لك حاجة فما حكيم معناه أداروا كاس تونس من 2015 التو ما مش خالصين في كاس تونس بضيح كارثة ثم مدربين الحكام زد عندهم عامين وثلاثة سنين زد يعطيهم مال في صحة ويقفين معانا بغير فلوس معناه برشا سائل اللي زين الزهوية ما يخلصوش واضح هاي نختم معك يا أخي كلمة خليك كنت ما حكيتش في حاجة تحب توصل أنا شنقول ورسالتي للجمهور اللي قاعد الرافي تعليق متاع 3 مليارات وكذا 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 راهي ماهيش مزية وإذا أنتم ما تقبلوا أنكم ما تخلصوش احنا ليه لازمهم يخلصوا الناس هذية وأنا نحترم الجمهور خاطر الجمهور يدافع فما عواطف وفما حازات جياشة تدافع عليه وكل واحد يرى بمنظوره أنا شنقول ندائي اليوم لهيئة التسوية وندائي لوزارة الإشراف أن الحلول يجب أن توجد لقطاع التحكيم إذا ما أردنا حقا تطوير كرة القدم التونسية راهو المشكلة ما هوش أنه اليوم يخلصوا يا أخويا خلصوهم اليوم وإن شاء الله إذا المشكل أنه اليوم بستحل إن شاء الله الحمد لله هذه الاستقالة حركة ولقات الحلول وهذا نتمناه دونك المشكل ولات ما عادش فلوس المشكل ولات مشكل آخر ما عليناش اليوم التحكيم لازم يبقى مستقل ولازم تتوفر ميزانية وفق برنامج وفق استراتيجية ورسالتي للجامعة التونسية لكرة القدم كلم النوادي والديون أنا ماذا بيا الحقيقة مدام زكية اللي يظهر لي بالملف المالي أنه تعطينا كشف حقيقي لديون النوادي تجاه الجامعة التونسية لكرة القدم قداش الجامعة تسال كل الجمعيات ما يعنيكمش هذا لا ما يعنيكمش يعنيكم فلوسكم لا يعنيني خلصوا ما يهمكمش أنا يعنيني أنا كناشط رياضي وكأكتيفيست يعنيني نحب نعرف في إطار الشفافية الجامعة قداش تسال النوادي علاش احنا الحكام ما يخلصش والجمعيات وفلوس الحكام عند الجمعيات بتسلك بها أمورها وبعد تقولي ما يهمكمش لا يهمنا لا يهمكم فلوس يا خويا ما يهمكمش كيفاش تجيبها الجامعة لا يهمنا لا يهمنا لان نوافق اسلام هذا شيء ما دخلكم ما ندافعوا على الجمعيات الحقيقة لا ما ندافعوا على الجمعيات هذه فلوس لازم تتوفر هو هو تو اهم حاجه هو يلزم الهيئه التسريه تلقى الحل مع وزاره الشباب والرياضه وانا نوافق مادي حتى الدوله يلزمها تتدخل في الموضوع هذا ولا موضوع صحيح. شأن عام ما عادش شأن خاص دونك ان شاء الله يلقاو الحلول وان شاء الله معناتها نفهم من كلامكم انتم تو قدمتوا استقاله لكن تقعدوا تقوموا بالتعيينات ليه احنا يا سي ما خلي تفهم الناس يا ما عادش مش الفراغ اللي يحكي عليه ما فماش فراغ لا خوف على الفراغ وانا نتمنى يحكي على حقوق الجمعيه نتمنى وانا نداء باش نعطي السي كمال يدير نحترمه برشا ونحبه برشا وانسان معناتها ما شاء الله عليه الناس كل تحبه برشا ان شاء الله السي كمال يدير ما يسلمش مش مجامله في نجي جويني
ما يسلمش في نجي جويني، لان نجي جويني قلق برشا عباد وقلق برشا الناس وقلق المنظومه القديمه اللي مازالت عندها ايدين باقي موجوده. ان شاء الله سي كمال يدير يسمع النداء هذايا ويستدعى سي نجي جويني يقعد معه ويلقاو حل باش نقعدوا ديما الكره نتاعنا ما تتمسش. باهي وليد نختم معك، حاب تطلب باش نعمل ريكاب علاش نحن كحكام نخبه جينا لهوني. يعطيك الصحه على الاستضافه. اول حاجه مستحقات الحكام من 2015 تاع كاس تونس، مستحقات تاع عامين، مستحقات الحكام الشبان، توفير ملاعب وحجرات ملابس للتدريب، للتدريب، توفير تجهيزات رياضيه، توفير سماعات، حمايه الحكم وظروف التنقل والاقامه، كارثه زاد في المباريات، في المباريات، توفير بدلات رياضيه. انت نحن كحكام نخبه كل واحد تاين على روح، انت جبتني احمر ديك توني اصفر حاسيلو، الوضع ما يليقش بحكم 2024. نحن اللوم مش بينا ما عندناش حكام في كاس العالم ولا في كذا، هو في بلاده مش لاقي الظروف اللي باش يتحسن ويتطور من روحه باش المقابلات. عملوا مراقب هذا في الصيف، عملوا كوليكت، نحن كرابيت تونس كوليكت باش تشريو التجهيزات الرياضيه. نحن كرابيت تونس كل واحد فينا كل واحد عطى فلوس وشينا ماتريال بقيمه 1000 دينار او كموجودين وندربوا. صحيح مغرومين، صحيح نحبوا نقدموا نحبوا نطوروا، مي الوضع العام يخليكش تقدم جمله. سكتنا قبل تويك مش باش نسكتوا، واضح. وبالنسبه للجامعه التونسيه كره القدم كان مش باش توفرونا وتعيطونا ونقعدوا نحكيوا مرحبا، ما كانش انا مقاطعين البطوله الى حين. يبدو لي فما وقفه قدام الوزاره اليوم ولا مازال ما فما حتى شيء رسمي، قاعدين في الكواليس في الكواليس قاعدين نخطوا في مازال مش في حاجه، مازال مش مضمونين بنسبه 90% ان شاء الله. خاطر كاين اللي قريتها في جروب من الجروبات فما وقفه قدام مازال ما فما حتى شيء رسمي. حتى ستاتيو نتاع نعيم حسني اللي هو حكم دولي يتوجه حتى بالرساله لرئيس الجمهوريه يوسري بعلي محرز المالكي، الحكام الدوليين الكل والمساعدين تضامنوا معنا يعطيهم الصحه. ونشكر زاده الحكام الشبان اللي عندهم 3 و4 سنين هما ياخذوا في 10000 وفي 20000 وزيد ما همش خالصين. تصورها يزفر ايكول مينيم كادي جينيو، وانت تعرف اسلام كنت حكم معانا وتعرف، وياك كسكروت وزيد ما يخلصش، يقعد عامين ما يخلصش. توا حكام النقبه قولوا يخدموا، ما يخدموا على حساب عائلتهم فلوس. انت وتويك شوف الدنيا غليت يا خويا اسلام، ما عادش ديبلاسمون ب 30 40 دينار ولا اقل، ديبلاسمون توا ب 70 وب 80 دينار. ساعات الحكم في الجامعه في الشهر يعمل 3 و4 مقابلات. هذا كله على حساب عائلته ومصروف صغاره. واضح الموضوع هذا، تعرف شكون يفضوا الموضوع هذا؟ السيد رئيس الدوله صدقني اللي يفضوا اي واحد. حتى الوزاره خويا تتدخل تفسد اعتمادات الحل اللي قالوا امين اوكي حل من الحلول فلوس الانديه فلوس الفلوس الواحد عند الجمعيات تبلغ الصوت بتاع الحكام وبتاع القطاع هذا ولا قرار سيادي الجمعيات ترجع فلوس للجمعيه قرار سيادي لكن خاطر من عرج خطير قعدت مر به معناتها فراغ ما هو صاير الدوله ماهيش اولويتها الرياضه. لا يا سي عبد المجيد بلبس نوضح هذا، لا خوف من حكاية الفراغ، احنا ملتزمين بتصريف اعمال إدارة هذا المهم هذا الاهم حتى تعيين هيئة جديدة. ممتاز، نحن ملتزمون بهذا، ما فماش احنا ناس رانا متربيين على المسؤولية. اما كانكم وضحتوها في البيان اللي هبطتوه ما قلتوش خاطر في حالة الهيئة التسرية تقبل الاستقالة بتاعكم. الاستقالة هي فعل سيتان اكتو نيناتيرال احنا ما نفسش نفاوضوا بها وتجيب ناس اخرين. اذا كان جابت سي وفاهم الموضوع، هما قال لك نقعدوا باش ما يقعدش فراغ الناس اللي باش يجيو بعدنا باش نقعدوا نعملوا معاهم باساسيون مش كيما الاخرين. لا باش نعملوا باساسيون وهو خدمنا وهو عملنا وهو الكلاسمون تاعنا وهو تقارير ولو الناس هذوما ولو الناس هذوما خدموا ضدكم ما يهمنيش ربي معاهم. احنا نمنوا بالمؤسسة وسنبقى نحافظ على نفس الفكرة والمقاومة من أجل تحرير القطاع وبناء مشروع مستقل. هذه الفكرة اللي الحكام تبنوها، خاطر ما فماش ردة الفعل الحكام ما كانت لازم تكون لو ما لمسوش في قرارة ذاتهم أنه فما عدل وفما مساواة. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك أمين، شرفتنا بحضورك اليوم، شكرا لك أيضا وليد الهذلي. نكملوا بتليفون يجينا من مستير، وضعية صعيبة ديما في المشاكل المالية مش كان الحكام حتى الجمعيات كان يحكي عليهم أمين. إضراب اللاعبين في الاتحاد المنستيري، كنا فرحانين بالمستوى اللي يوصل له الفريق. معنا سالم الزيدي من المنستير. سالم أهلا بيك، تسمع فيا سالم؟ خارجة
باي ماهوش موجود معانا، ما عرفش حاولوا نعاودوا نتصلوا به من جديد. مجدة فرحانين كنا بالاتحاد الرياضي المنستيري، لكن المشاكل الماليه بارتو ظهرت. هي ولات مشكله تخص الفرق الكل التونسيه اسلام، معناها معناتها حاجات عندنا مده نعرفوها وتعاني منها الجمعيات الكل تقريبا، مشاكل كبيره برشا، معناها في ديون متراكمه على الجمعيات، ملاعبيه مش خالصه. كيفاش تحب انت ملاعبي يعطيك مردود ولا يجم يفيد جمعيته اذا ما هو مش خالص؟ نفس الشيء نحط روحي في مشكله في معناتها في موقع زاد رؤساء الجمعيات يلقاو صعوبات كبيره. اليوم الدوله ما عادش قادره باش تعاون كما كانت تعاون تقبل، معناها منعرج خايب برشا. واكيد ان الاتحاد المنصري معناها نواهنا به على السياسه نتاعو، دي سياسه ديما نقولوا سياسه ملتزنه، خاصه مش من الفرق اللي عنده بيجي كبير، لكن يعرف يتصرف بالبيجي نتاعو ويعطي ديما ليكزومبل. نمشيو ناخذوا فكره على الوضعيه مع سالم الزيدي من المنستير. سالم اهلا بك. مرحبا بك سلام، ومرحبا بكافة الحضور اللي معاك. تحيه خاصه سي عبد المجيد. مرحبا بك. عشت دونك الاتحاد المنستيري سلام في وضعيه صعيبه شويه الحقيقه ماديا الفتره هذه. اللاعبية الحقيقة الحاطت مثلا في اللاعبية البارحة أضربوا على تمارين، اكتفوا فقط بالجري، مش نقولوا أضربوا أضراب تام، فقط اكتفوا بالجري حول الملعب ثم غادروا. هذا أول أمس. أمس كانوا يدربوا رجعوا للتمارين بصفة عادية، ولكن ثم شوية تململ من خلال الملاعبية على المستحقات المادية. تقريبا أكثر من 3 أشهر جرايات مش واخدين الملاعبية مثلاً، دونك ممكن ناخذوا المنحه نتاعهم، منحه نظام العقود او منحه البريمات نتاعهم تاع اول موسم، لكن الشهري خلينا نقولوا ما خذوهاش. هذا اللي قاعد صاير في الجمعيه. بالنسبه للهيئه الحقيقه اسلام، ممكن الاشكاليه في الهيئه ان ما خذتش الحلول وما لوجدتش الحلول الكبيره على مستوى سبونسورينغ. اكتفيت ببيعان ممكن هشام بكار وبلال ايت مالك. بلال ايت مالك اللي تباع بمبلغ زايد الحقيقه تقريبا 200,000 دينار. دونك بالنسبه للملاعب كيما ايت مالك، دونك الرئيسي اللي لاعب دولي ولا اليوم بالضبط لاعب دولي الموسم اللي فات كان مسجل 4 اهداف، انت تبيعه ب 200,000 دينار هي الحقيقه مبلغ زهيد جدا يعني بالنسبه للملاعب كيما ايت مالك. دونك الهيئه يلزمها الحقيقه تلقى حلول من خلال تشوف انها مع المجمع المبروك المدعم الاول للنادي، ومن خلال كيف الهيئه السبونسورينغ الموجوده في صلب النادي اللي لازمها تتحرك اكثر، لانه ما فماش سبونسورات جدد دخلوا في النادي، وتعرف الظرف هذا صعيب على الفرق الكل اسلام. لكن يلزم فما تحرك يكون على مستوى سبونسورينغ، لانه الملاعبيه وبعد تقريبا فما مليار دخل من بيعان الملاعبيه، فما منحه باش تجي من الكاف، لكن الباقي كل يلزم الهيئه تتحرك، لأنه يعني في آخر الموسم ديما آخر العام ديما تكون صعيبة حتى مستوى الشركات وكل تلقى تمويلات، أو على الأقل تضمن عقود وتضمن شركات أنها باش تمولك باش نجم تتحل الأمور وتمشي الأمور أكثر، أو يدخل معاهم هاي باش يكون في الهيئة باش يعاون النادي ويمضخ شوية أموال حتى تفرد الأمور بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري. وأكيد أنه تو الهيئة اللي عندي العلم أنهم عملوا اجتماع وقاعدين يحاولوا يتحركوا باش يجمعوا الأموال، تعالجهم خليهم يعديوا الشهر هذا وشهرين هذا اسلام سلامات حتى يدخل العام الجديد الموسم الاداري الجديد بطبيعه، وتكون فما امكانيه انه فلوس البلديه او الوزاره كيف بعض المنح الاخرى. لكن الحقيقه يلزم استراتيجيه اخرى في النادي. اي اما سالم ماهوش في السنين الاخرى كهو ماهوش عامل لك هو باعت ملاعبيه المستي في السنين الاخرى قاعد تبيع في برشا ملاعبيه وبرشا فلوس، معناها وينهم الفلوس هذو؟ معناها معناتها نورمالمون اخر فريق يكون عنده مشكل ماليه هو الاتحاد المنستيري. والله كان كيما قلت لك احنا في بعت هشام بكار وفي هشام بكار حتى قبل سالم حتى قبل نحكي على الموسم هذا على الاقل مليار تقريبا، يعني السوم مش كبير بالنسبه لفريق يشارك في كاس افريقيا. سامحني بلي قداش البيجي نتاع المستير قداش؟ سامحني بيجي اونفيرون 6 7 مليارات في عبد المجيد في الموسم، دونك 6 7 مليارات. قبل كي كان فما مشاركات افريقيه متعبه اكثر وفريق مشى اكثر وصل حتى ل 10 مليارات مشى الوقت لعب الدوري المجموعات في كاس الاتحاد الافريقي. الموسم هذا نصور في 6 7 مليارات بين زوز فروع، لانه فرع كره سله كذلك يحظى باهتمام كبير في المستير. دونك زوز فروع اسلام الحقيقه الاتحاد الرياضي المنستيري كيما كل موسم، لكن ممكن قبل كان رئيس النادي احمد البلي يعرف كيفاش يتصرف، يعرف كيفاش
يوفر الأموال من خلال مجمع المبروك، من خلال الدعم، من خلال الجماهير والعباد الميسوري الحال. والحقيقة حاليا الوضعية ضبابية شوية على مستوى المادي في الفريق، يلزم أكثر رئيس النادي يتعامل أكثر مع المسيرين السابقين والناس اللي كانت تدعم الفريق ويفتح البيبان لكل في الوقت الحالي باش ينجم يدبر أكثر أموال باش نزل تمشي الأمور ساكنة الاتحاد تكمل القدام في الفترة القادمة. يا إسلام واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك سالم على كل هذه التفاصيل والاضافات، شكرا لك ايضا مجد اليوم شرفنا بحضورك، يعطيك الصحه. احنا نتقابلوا كالعاده غدوه في نفس التوقيت من 11 حتى النصف نهار، نستجمل تحيات اسلام المندب.